هات الجولة الأولى راح تبدأ. المملكة المتحدة بالركن الأزرق، نيوزيلندا بالركن الأحمر. لاحظ كيف اللعبة نيوزي كاونتر كتير قوي من اللعبة. اللعبة الإنجليزية كتير قوية، بس لاحظ الثقة بالنفس اللي عندها إياها نيوزيلندية. هيدا اللي عم بتنبش عليه كانت كلوز ديستانس، توصل على الكلينش وتضغط على القفص وتنبش على التيك داون. لكن اللعبة الإنجليزية عارفة كثير منيح وعم بتدافع حلوة. شو هالقوة اللي عندها؟ لكن بترجع بتقوم. برافو. هون عم تجرب تقلب البوزيشن. كنترول حلو من لاعبة نيوزيلندا. كنترول حلو. هولي كلهم بوينتس لصالحها يعني. بوينتس، ولكن إذا بدها تضل قاعدة أكثر من 30 ثانية لازم تجرب تحط لها ظهرها على الأرض أكيد، مش بس تكون قاعدة، يعني فيها ترجع تقوم. وهون محاولة إخضاع. محاولة إخضاع. كثير حلوة. بدها تبرم على ثاني ميلة إذا فيها، ولكن في القفص. يعني عم نشوف ولا يا زاهية، بدنا نشوف قد ايه عم تقدر تضاين. لازم تجرب النيوزيلندية تزيح شوي على القفص لتقدر هي تزيح لتاني ميل وتخلص الاخضاع. صح. هون بتاخذ لها الظهر. كثير حلو يا عم. حلو كثير. حلو كثير. هون جراوند اند باوند، لاحظ كيف عملتها فلات. 40 ثانية وشكله النزال رح يخلص. وماونت بوزيشن اللعبة النيوزيلندية ببوزيشن كتير حلوة، عم بتقاوم كتير حلو. اللعبة الإنجليزية عندها ديفنس حلو. لاحظ 30 ثانية لنهاية النزال، لازم تتحرك اللعبة الإنجليزية أو الحكم معقول يوقف النزال. في ديفنس قوي عم بيكون، في ديفنس كتير قوي عم بيكون، عم تزرق حالها لما تاكل بانشز على وجهها. بدأ 10 سكند 10 ثواني هون بعده الديفنس. كتير حلو عم تلعب اللعبة النيوزيلندية. برافو. بس ما فيك تنكر انه اللعبة الانجليزية عن جد عملت اداء كتير حلو. اكيد اكيد عندها خبره ودافعت عن حالها كثير منيح. كثير منيح ببوزيشنز صغيره يمكن كان عمل تاب اكيد او نأذى اكثر. هتبتدي الجولة الثانية. ابتدت الجولة الثانية. ناطرة تعمل ردة. حلو كتير. حلو كتير. كتير.
حلوة هون اسقاط ولكن ريفرس من اللعبة الانجليزية. برافو برافو، اداء كثير حلو من اللاعبتين عم بيكون هون. مثل ما عم نلاحظ بدها ترد لها اياها اللعبة الانجليزية للعبة النيوزيلندية، شو عملت فيها بالجولة الأولى. هون مفروض يعملوا اكشن. اللعبة الانجليزية مفروض تنتبه على محاولة الاخضاع. عم بيصير في هون اومو بلاتا. اومو بلاتا ولكن ما عم فيها تبرم لانه ظهرها صوب القفص. برافو حلوة. لا في ارمبار هون، في ارمبار، في تاب، تنتهي المباراة بارمبار من قبل اللاعب النيوزيلندية. كثير حلو كانت، كثير حلو. قبلت بالواقع، قبلت بالواقع دغري. هيدا هيدي رقصة الهاكا نفعتها. It comes to a close at 1 minute 27 seconds of the second round. Your winner by submission, armbar from New Zealand. And the new IMF female lightweight champion, Gay Sanita!